بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط في ثانوية الشروق الأهلية البنين. نبدأ إكمال سلسلة دروس مادة الأحياء لهذه المرحلة، مرحلة الثالث المتوسط. في الدرس الرابع الماضي درسنا عن الغدد الملحقة بالجلد وكان من ضمنها الأظافر، وتكلمنا عن الغدد الجلدية اللي هي الغدد الدهنية والغدد العرقية واللبنية، وتكلمنا كيف المحافظة على صحة الجلد، وأيضا تطرقنا إلى حالة مرضية اللي هي حب الشباب. موضوعنا اليوم راح يكون عن الفصل الثامن ألا وهو الجهاز التناسلي. اليوم راح نتكلم عن هذا الفصل كتعريف وكأقسام، واليوم راح يكون محورنا هو الجهاز التناسلي الذكري في الإنسان مع استعراض رسم هذا الجهاز وتوضيح أهم الأقسام فيه. إذن في البدء، ما هو الجهاز التناسلي؟ هو أحد الأجهزة الجسمية المهمة في الجسم، الذي هو مسؤول عن عملية التكاثر الجنسي للإنسان. إذن مسؤول عن عملية التكاثر الجنسي للإنسان، نقدر نعتبر أنه التكاثر وسيلة البقاء واستمرار مو بس الإنسان، كل الكائنات الحية وسيلتها هي التكاثر، يعني استمرارية البقاء. اللي يقوم بهذه الوظيفة هي جهاز، مهما كان هذا الجهاز في هذه الكائنات من تركيب مختلف شكلا ونوعا وكما أيضا. هنا الجهاز التناسلي راح يكون مسؤول عن عملية التكاثر الجنسي، وبالتالي هو مسؤول عن بقاء هذا الكائن واستمراره على الحياة. زين، الجهاز التناسلي الذكري هو محور دراستنا، فراح ناخذ اليوم أقسام هذا الجهاز. أمامكم رسم يمثل جهاز تناسلي ذكري، يتألف من الخصيتان والحويصلتان المنويتان والأوعية الناقلة وغدد ملحقة تشمل غدتا كوبر، ما ذاكريهم بالرسم موجود هنا، وغدة البروستات. إذن نبدأ باستعراض هذه الأقسام: الخصيتان حويصلتان منويتان أوعية ناقلة والغدة الملحقة غدة البروستات وغدة كوبر. إذن نجي إلى الخصيتان. ما هما الخصيتان؟ الخصيتان هما غدتان بيضاويتا الشكل، منفصلتان عن بعضهما، موجودتان في كيس جلدي رقيق إلى خارج الجسم يدعى كيس الصفن. إذا شيئا فشيئا نتناول هذا القسم. إذا الخصيتان هذه أمامكم، غدتان بيضاويتا الشكل يقعان إلى الخارج، خارج الجسم يعني مو بداخل الجسم، منفصلتان عن بعضهما البعض. ممكن يجينا سؤال يقول شكلهم شلون صاير؟ بيضاويتا الشكل، ماشي، موقعهم وين؟ لابد نذكر انهم بالجهاز التناسلي الذكري يقعان الى الخارج، خارج الجسم يعني منفصلتان. زين، الخصيتان هنا موجودتان في كيس جلدي رقيق الى خارج الجسم يدعى كيس الصفن. كيس الصفن شباب، هذا كيس الصفن أمامكم، هو كيس جلدي رقيق يغطي الخصيتان، يعني الخصيتان تكون في داخلهم. هذا مع الخصية، هذا كيس الصفن، كيس جلدي رقيق. زين، وظيفة الخصيتان هو إنتاج الخلايا التناسلية الذكرية اللي هي النطف أو الحيامن أو السبيرمات، كلهم نفس المنطوق، يعني هما خلايا تناسلية ذكرية بين قوسين نطاف حيامن أو سبيرمات. والوظيفة الثانية إفراز هرمونات ذكرية تتحكم في صفات الرجل الثانوية، يعني وظيفتين بالخصيتان. إذا ممكن يجينا سؤال يقول ما هي وظائف الخصيتان؟ الجواب إنتاج النطف الحيامن أو السبيرمات اللي نعتبرها خلايا تناسلية ذكرية. اثنين، إفراز هرمونات ذكرية مسؤولة عن التحكم في صفات الرجل مثل كثافة الشعر على الجسم، الوجه، خشونة الصوت، هذه صفات ثانوية. زين، إذا ممكن يجينا تعريف هذا التعريف أمامكم، ممكن يجيني موقع وظيفة، الموقع قلنا يقع في الجهاز التناسلي الذكري إلى خارج الجسم منفصلة، والوظائف هذه أمامكم. زين،
كيس الصفن احنا طرقنا الى قبل قليل. كيس الصفن ممكن نعرفه كيس جلدي رقيق خارجي يوجد داخله الخصيتان. زين النطف او الحيامن او السبيرمات، شباب انتبهوا، هذا كله نفس الجواب راح يكون، هم ثلاث تسميات. تذكرون بالفصل الخامس الار اتش قلنا يسمى العامل الرئيسي الليزين، يعني اكو بعض التراكيب لها اكثر من اسم. هذه شنو؟ عبارة عن خلايا تناسلية ذكرية تكون حاوية على نصف العدد الأصلي من الكروموسومات، واللي تتحد لاحقا مع الخلايا الأنثوية اللي هي بدورها هم تحتوي على نصف العدد الآخر من الكروموسومات، وبالتالي راح يكونون البيضة المخصبة اللي تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات اللي إجا نصفها من الذكر ونصفها من الأنثى. هذه النطف أو الحيوان السبيرمات تنتج من قلنا من الخصيتان. زين الآن نجي شباب للأوعية الناقلة. هذه الأوعية الناقلة أمامكم، هذه الأوعية الناقلة، هما عبارة عن وعاءان يقومان بجلب النطف من كل خصية. ماشي، هنا راح يجون طبعا ويوصلون عند قاعدة المثانة ويفتحون ويا الإحليل. يعني شغلتهم شباب شنو هذه الأوعية الناقلة؟ فقط أنه يجيبون النطف من الخصيتان ماشي ويرسلوهم هنا عند قاعدة المثانة، أكيد راح يودوها طبعا نحو السرطان من الميتان ويفتحان بفتحتي أحليل. زين شباب احنا قلنا الخصيتان تنتج الخلايا التناسلية الذكرية اللي سميناها الحيامن السبيرمات. ماشي، لكن خلنا نجي نعرف انه هذا الحيامن او السبيرمات تنتجها الخصار. من تنتجها هنا راح تروح إلى أقنية رفيعة، راح تمر عبرها طبعا النطف بعد تكوينها في الخصيتين، ومنها راح تمر إلى أنبوب أوسع اللي يسمى الوعاء الناقل. شو شباب، هذه النبيبات المنوية أمامكم، هذه النبيبات المنوية، يعني هي أنابيب صغيرة أو أقنية صغيرة موجودة في داخل الخصاء. ورم الخصاء تنتج النطف أو الحامل أو السبيرمات راح تمر عبرها وتروح إلى الأوعية الناقلة. يعني خلينا نقول ما راح الخصيتان قبل تحط النطف للأوعية الناقلة، لا، لازم تمر عبر النبيبات المنوية. هذا تعريف النبيبات المنوية، مثل ما تشوفون أمامكم أقنية رفيعة تمر عبرها النطف بعد تكوينها في الخصيتين إلى أنبوب أوسع بالوعاء الناقل. إذن البربخ ما هو؟ هو عبارة عن مناطق كثيرة الالتواء توجد في الأوعية الناقلة. ما طبعا ما متطرقين له بالرسم، يعني ما موضحي بالرسم، مناطق كثيرة الالتواءات موجودة هنا في الأوعية الناقلة، يعني فقط مجرد يعني ذاكري مثل ما نقول مرور الكرام، ما موضحين أكثر. زين نجي الآن إلى الحويصلتان المنويتان، القسم الثاني من الجهاز التناسلي الذكري. ما هم الحويصلتان المنويتان؟ هما عبارة عن مستودعان صغيران يقعان في نهاية كل وعاء ناقل بالقرب من قاعدة المثانة، وظيفتهم حفظ الخلايا التناسلية الذكرية بعد اكتمال نضجها. شباب أيضا نرجع للرسم مرة أخرى، هذه أمامكم الحويصلتان المنويتان، مستودعان صغيران يقعان قرب قاعدة المثانة، بحيث أنه الأوعية الناقلة تفتح على جانبيهما. أكيد من تفتح على جانبهم الغرض منها حتى يوصلون الخلايا التناسلية اللي هي النطف بعد ما اكتملت نضجها، يأخذوهم يحفظوهم، يعني فقط حفظ الخلايا التناسلية مثل المخزن، يعني يخزنون الخلايا التناسلية الذكرية بعد اكتمال نضجها. زين ممكن يجيني هنا تعريف، ممكن يجيني موقع وظيفة يقول لي مثلا موقعهم وين، اقولهم في نهايه كل وعاء ناقل بالقرب من قاعده المثانه، وظيفتهم حفظ الخلايا التناسليه الذكريه بعد اكتمال نضجها. نجي الان الى الغدد الملحقه بالجهاز التناسلي الذكري، يعني خلينا نقول هم الاقل اهميه من الغدد الرئيسيه، ما نقول غير مهمه، لا، تيجي بالمرحله الثانويه. هما كوبر والبروستات. شنو كوبر والبروستات؟ عباره عن غدد ملحقه بالجهاز التناسلي الذكري. جيد، تقومان بإفراز سوائل مختلفة تحافظ على حيوية ونشاط النطف اللي هي الحيامن. يعني هذه غدد ملحقة بالجهاز التناسلي الذكري، غدد ثانوية. شو يسوون هنا؟ يفرزون سوائل مختلفة
تحافظ على حيوية ونشاط النطف الحيوية، راح تبقى فترة معينة هنا، وبالتالي هنا لازم ما تضمحل. فإذا كبر البروستات راح يقومون بهذا الدور. زين، البروستات هنا حاطيها بالرسم، هذه شباب البروستات أمامكم الغدة حاطيها بالرسم، كوبر للأسف مخليها بالرسم، كوبر هم اثنين زوج يعني صاير بالأعلى. زين، البروستات تقع عند قاعدة المثانة من الأسفل وتحيط بها، عند قاعدة المثانة من الأسفل وتحيط بها بالضبط. يعني شوف شباب هنا هذه غدة البروستات تقع عند قاعدة المثانة بالأسفل وتحيط بها. زين، الآن نجي إلى سن البلوغ في الذكر. الذكر هنا شباب يبلغ بعمر 15 سنة. شنو يعني هذا؟ يعني هذا قدرة جسمه على تكوين النطف اللي هي الحيامن أو السبيرمات. ويرافق هذا البلوغ هنا راح يصير تغيرات جسمية عديدة مثل ظهور الشوارب واللحية وخشونة الصوت. شباب شلون يجي السؤال؟ ممكن يجينا فراغات. يبلغ ذكر الإنسان في عمر فراغ سنة 15 سنة. ممكن يجينا سؤال يقول ماذا يقصد بسن البلوغ؟ يقصد به أنه الإنسان راح يصير به تغيرات بجسمه هنا، يعني راح يكون نطف وراح يصير تغيرات بجسمه هنا مثل ظهور الشوارب اللحية خشونة الصوت ما إلى ذلك. هذا نهاية درسنا الخامس لهذا اليوم، نتمنى استفاديتوا منه شبابنا الأعزاء. أرجو منكم مطالعة الفيديو وكذلك قراءته بصورة جيدة. نلتقيكم إن شاء الله في سلسلة دروس أخرى. كان معكم مدرس مادة الأحياء الأستاذ حسين خليل من ثانوية الشروق الأهلية للبنين. دمتم بخير.